ولكن ربنا بيجعله نصيب. ليه؟ لان ربنا كريم قوي قوي قوي. فمن راى ليله القدر في المنام يقوم على طول يسجد للرحمن، ربنا هيفرحه، ربنا هيكرمه قوي قوي قوي. ان كان حزين او مكروب او عنده نكد، على طول ايام بسيطه جدا تنتهي كل المشاكل عنده. طيب معانا اتصال، الاستاذه شيماء، اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم، كانت اختي من 10 سنين كانت شكلت لي رؤيه ان هو محبوس. لا اظبطوا الصوت يا شيماء، يا جماعه اقف في حته فيها شبكه ارجوكم، انا مش سامع. بقول حضرتك اختي متوفي من 10 سنين. ان انت حلمانه ان انت من 10 سنين ايه؟ اختي كانت شكلت لي رؤيه، مش عارفه هو حلم ولا اضغاث احلام، ان هو محبوس. يعني انت شفت منام من 10 سنين؟ لا المنام مش جنبه. أنا مش سامع. لا المهم اليومين دول إن هو محبوس، مع إنه كان طيب يعني. بس سامعني؟ حلمانة من 10 سنين؟ هو اتصل من 10 سنين، وتحلم حلمتي إن هو. طيب يا أستاذة شيماء معلش بعد إذن حضرتك عشان بس الصوت مش واضح عندي، أنت حلمانة بأخوكي ولا بأبوكي من 10 سنين؟ إيه؟ أنت حلمانة بمين من 10 سنين؟ اليومين دول. انت شفتيه من اليومين دولا؟ ان هو محبوس. هل فده يعني في حاجه مثلا عليه او كده؟ طيب تمام، انت حلمانه بيه من 10 سنين؟ متوفي من 10 سنين، طب هو مين يقرب لك ايه؟ اللي متوفي، اللي انت اللي هو متوفي من 10 سنين وانت شفتيه في الحلم قريب، إيه يقرب لك ايه؟ والدي. والدك. تمام كملي اتفضلي. شفته محبوس. شفتيه محبوس؟ تمام. ومرة ثانية شفت انه هو يعني مريض في السجن، كان عايز يعمل حمام وما قدرش يعمله. وشفتيه، معلش انا هردد ورا منك لان طبعا الشبكة مش كويسة. طب تمام كملي كملي. شفت كلمة تاني ان هو مش قادر يعمل حمام. حمام ميه يعني مغزى الكلمه. تمام. انا الحلم يعني نفس التفسير، ومع العلم ان هو راجل صغير وميه يوم جمعه وكان في نفس حاله بالكذب يعني. كان ايه يا جماعه؟ كان تفسير مني انا ولا مثلا هي في حاجه مثلا؟ كان راجل طيب وكان بيصلي وعارف ربنا. هو كان انسان طيب جدا. طيب الله يرحمه. ان شاء الله اطمني اطمني، ان شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى كريم. ربنا كريم بعباده قوي قوي قوي. ان كان ربنا سبحانه وتعالى كريم بعباده فوق الارض، ما بالكم يا جماعه ربنا كريم وهم تحت الارض، كريم قوي 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 اكتر ما احنا عايشين، ده هو كريم بعباده تحت الارض الاموات. طيب انت معايا يا استاذه شيماء؟ طيب انا ممكن استاذن حضرتك في حاجه مهمه جدا 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 من هنا الصبح. بابا عليه ديون لحد؟ ارجوكي بعد اذنكم يا جماعه، مفيش حد يعني، حاولوا بقدر الامكان الاتصال ده يبقى متواصل معايا. طيب بابا دين؟ لا 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 ما عليهوش ديون لحد؟ لا احنا خدنا فلوس واحنا اللي اتصرفنا فيها، يعني احنا خدنا معاش واحنا اللي اتصرفنا فيها. طيب ماشي. يعني اخر يوم اتوفى فيه احنا اللي صرفنا فلوس. جميل. اسمعني بس يا استاذ شيماء، اسمعني بالله عليكي، انت بتقولي ان هو خدته المعاش بتاعه وخدته فلوسه وصرفته فيها، انت تعرفي كل حاجه عن بابا؟ ايه؟ تعرفي او ماما او اخواتك عارفين كل حاجه عن بابا؟ مش لا اله الا الله. طب اسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من التلفزيون وانا هقدر اجاوبك، مش هسيبك ان شاء الله. طيب بشكرك بشكرك، خليكي معايا انا مش هسيبك ان شاء الله في المنام ده. بصوا يا جماعه، بدايه كده اول ما يجي الميت محبوس متضايق زعلان مخنوق تعبان عيان، على طول اللي شاف المنام بيبقى ربنا سبحانه وتعالى باعته له لانه عارف. اسمعوا كلام كده، ان الميت ده رايح للحي، القى عليه المنام ان ربنا سبحانه وتعالى بعت الروح الميت لهذا الانسان اللي شاف المنام علشان قادر ان هو هيساعد الميت. ربنا ما بيبعتش اي منامات لحد ما يقدرش يساعد فيها،
لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالناس، اعلم بالقلوب. فهنا الميت علشان يروح للي شافت المنام، يبقى الميت راح وعارف ان هتقدر تساعده. ابوها محبوس في القبر وميت بقاله 10 سنين، يمكن منام في حلقه سابقه انا قلت فيها ان انا شفت المنام، وكان الميت متضايق جدا وكان عليه دين، وبعد ما سددت الدين بتاعه انا اللي شفته، قام جه بايسني تاني ويوم على طول، وقام ضحك وقام ماشي، فكيت عنه همه. لان المديون بيحبس، لان ربنا ما بيسيبش حق العباد. بقولك يا استاذه شيماء، بالله عليكي انت جيت ووصلتي لي وقدرت توصلي لي وتقولي منامك، فانا هنا اتطوقت بطوق ان الميت ربنا بعته ليا، ان انا اللي فصل المنام وبعته اللي شافت المنام. يعني احنا الاتنين دلوقتي اتحطينا في دايره كده، لازم نساعد ايه الميت، وربنا مش هيوصل ليا المنام ولا ليك المنام الا لما عارف ان احنا نقدر نساعده ان شاء الله. فبعد اذنك يا استاذه شيماء، وبالله عليكي دوري وابحثي جامد قوي قوي قوي، اسالي اخواتك، اسالي امك، اسالي عمامك، ابحثي في ورق ابوكي، دوري في الدنيا كلها في بيتك، شوفي في دين على ابوكي ولا لا، شوفي حد ممكن يقول لوالدك ان انا سامحتك في حاجه من اخواته في ورث، في حاجه او في ولاده ممكن يكونوا اتقسم ورث او اتقسم حاجه، فواحد خد اكتر من التاني فالتاني زعل، فلسه الزعل جواه برضو، ده كل حقوق ناس. فشوفي ودوري بالله عليكي. انا كنت اتمنى ان انت تاخد رقم تليفوني عشان تتواصلي معايا، بس خير ان شاء الله لو تعرف تتواصلي. طب كلميني بعد الهوا ان شاء الله، خد الرقم ودوري وابحثي جامد قوي 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 قوي، عشان انت بتقولي والدك راجل طيب وراجل كويس، وان هو عايز يخش يعمل حمام مش عارف يتبول، فده دليل على ان هو ممكن يكون حد له حق عنده وما سامحش. حد عنده حق له حق عند ابوك وما سامحش ابوكي، فدون يا رب نقدر نساعده. والامر الثاني ان والدك ما يقدرش يعمل حمام، فشوفي دوري في مين، في اخواتك او انت او امك، مين بيعاني، مين تعبان، مين عنده هموم بيعاني منها، يا رب تقدروا تساعدوا بعضكم. لان احيانا الميت بيجي تعبان عيان مش عارف يتبول، زعلان علشان خاطر اهله، علشان خاطر اولاده، علشان خاطر زوجته،